مباراة اللي لعبناهم وبالك كان عندنا هنا نقولوا بالك المباراة الصعيبة اللي لعبناها في عين دفلة مع السكاو بالك هما كانوا دينا باللي ماهش كنا نتأهل حاجة زاولة تاني بالك اون ديمي فينال تاني ما ننساوش هنا مع الصورة الناس ما كانش دينا راح نتأهلوا اليوم النهائي بالك الناس كانوا يقولوا مع شباب بزاف بالك ما كانوش دايرين ثقه في هاد اللاعبين من اليوم ردوا الاعتبار تاعهم وعطوا واش اخر اللي داروا الشك في هاد اللاعبين الحمد لله شوف اليوم رانا دينا الكاس هذا اللي مازال عندنا نقولوا احنا خمس مباريات ما عادش يكونوا سهله راح يكونوا نهائي لا راح نوجدوا ثاني لا سيما بروشان ان شاء الله سي لو روتور حنا نقولوا تاع النهائي راح نلعبوا ثاني نشوف ماتش دي شوبيون في الجزائر هو كوتر شباب بلوزدان.